السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. تخيلوا حضراتكم أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي هو السبب في أن روسيا والمخابرات الروسية تتحرك دلوقتي في سبيل أن هم ينفذوا مخطط لنقل مقر الأمم المتحدة في قلب المنطقة العربية أو في أي من بقاع العالم. فعلا ده اللي حصل. منذ أيام قليلة كان المفترض جدلا ان مندوبي روسيا يحضروا اجتماعات للامم المتحده. المفترض جدلا اساسا ان دوله المقر للامم المتحده هي الولايات المتحده الامريكيه. على الرغم من ان قوانين وميثاق ولائحه الامم المتحده بتقول ان دوله المقر مش من حقها ان هي تعترض على منح التاشيرات اللازمه لاي من مندوبي دول العالم لحضور اجتماعات الامم المتحده، ورغم ذلك امريكا رفضت ان هي تدي التاشيرات للوفد او مندوبي روسيا لحضور هذه الاجتماعات. طبعا روسيا قادت حرب شرسه جدا وفضحت امريكا بشكل كبير جدا. امريكا مرغمه اضطرت ان هي تدي التاشيرات لمندوبي روسيا. حضراتكم دلوقتي في الوقت الراهن، في اللحظة اللي احنا بنسجل فيها الحلقة دي، في تحركات غير عادية من قبل روسيا، بالتنسيق طبعا ما بين المخابرات الروسية ومخابرات دول المنطقة، وما بين الدبلوماسية الروسية ودبلوماسية دول العالم. في تنسيقات حاليا دلوقتي. ما هو المانع أن ننفذ مقترحات العقيد الليبي معمر القذافي السابقة؟ معمر القذافي كان بدأها، ايه المانع ان احنا نكملها؟ روسيا في تحركاتها استندت لتصريحات ومواقف معمر القذافي. سنة 2009 كان معمر القذافي في كلمة له قدام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الكلمة في منتهى الخطورة محدش توقف عندها، لان لو حد كان توقف عندها كان يويله سواد ليله. دي من المحرمات، ديت من المقدسات. معمر القذافي قال قدام الأمم المتحدة، وإحنا ليه ما ننقلش مقر الأمم المتحدة لأي دولة أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل يا ترى أمريكا بيت المقدس؟ هل يا ترى أمريكا الفاتيكان؟ هل يا ترى أمريكا مكة مثلا ولا حاجة؟ ليه أمريكا مقدسة إن يكون عندها مقر الأمم المتحدة والكثير من المؤسسات الدولية؟ احنا لازم نفكر اساسا ان مقر الامم المتحده ينتقل لاي دوله في العالم غير امريكا، وطالب بتغيير مقر الامم المتحده طبعا كان على رؤوسهم الطير. سنه 2009 ما كانش حد يجرؤ على ان هو يقول الكلمه ديت للولايات المتحده الامريكيه. امريكا القطب الوحيد، قدس الاقداس، يمنع منعا باتا انك انت تفكر مجرد تفكير انك انت تقترح هذا الاقتراح. انت اتجننت. ورغم ذلك فعلها العقيد الليبي معمر القذافي. خدش قدسية الوضع. ان ليه امريكا يكون عندك مقر الامم المتحدة؟ طبعا روسيا انتهزت الفرصة ان امريكا امتنعت عن الموافقة على إعطاء تأشيرات لوفد روسيا لحضور اجتماعات الأمم المتحدة. روسيا انطلقت من النقطة دي. طبعا معروف أن المادة 105 من الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة بيقول إيه؟ يتمتع مندوبي أعضاء الأمم المتحدة والموظفين بتوعها بالمزايا والإعفاءات بخصوص العبور والتأشيرات. دولي ملهمش علاقة بالتأشيرات الطبيعية. فورا وبلا استثناء دولة المقر تديهم من غير مراجعة. لكن أمريكا طبعا استخدمت التأشيرات دي للضغط على روسيا، وبتستخدمها مع دول تانية، يعني مش روسيا فقط، الدول التانية صوتها مش ظاهر، صوتها مش عالي طبعا، عشان تمارس ضغوط وإرهاب للدول الأخرى اللي ما تستجبش لشروطها. يعني أي دولة بتعارض سياسة أمريكا، أمريكا بتحاول إن هي تلففها حوالين نفسها بحيث إن هي بترفض إعطاء التأشيرات الدبلوماسية المطلوبة عشان وفود الدول دي تحضر اجتماعات الأمم المتحدة. الدول التانية ما تقدرش تتكلم. لما روسيا حاولت إن هي تحضر اجتماعات الأمم المتحدة، أمريكا حاولت تعمل كده معاها، بس فين يوجعك؟
روسيا عملت فضيحة، انتهزتها فرصة وبدأت أساسا تشن حرب كبيرة جدا ضد الولايات المتحدة الأمريكية كدولة مقر للأمم المتحدة. ليه إن شاء الله انت عملتوا كده؟ بدأت التحركات الروسية تعزف على وتر عدة أشياء. بدأت تطالب، طبعا بدأت تنسق مع الدول الأخرى المتضررة من اللي حصل ده، بدأت تطالب بمراعاة التمثيل السكاني لمقر الأمم المتحدة، إلى درجة أن المعلومات اللي طرحتها روسيا لدى الكثير من دول العالم بعد أبحاث ودراسات، وبدأت توضع الدراسات دي أساسا قدام الدول اللي بدأت تنسق معاها، وبدأت المخابرات الروسية تنسق معاها. سكان العالم 7.5 مليار نسمة، 4 مليار في آسيا فقط، 1 مليار في أفريقيا، 700 مليون في أوروبا. عدد سكان القارات الثلاثة 6 مليار نسمة، يعني أكتر من تلتين العالم أو أكتر من تلتين سكان العالم. وجغرافيا مساحة آسيا 30% ومساحة أمريكا 16.5%. يبقى أنت ليه تخلي مقر الأمم المتحدة عندك؟ يا تتحط في آسيا يا تتحط في أي من دول أفريقيا. هكذا بدأت تطالب روسيا، إلى درجة أن هي اقترحت أن مدينة اسكندرية تقترحها كمقر للأمم المتحدة، لطبيعة اسكندرية، لثقافتها، للحدود بتاعتها، أنها بتطل على البحر الأبيض المتوسط، ومصر ممكن تستقبل كل الدول لعلاقاتها معاهم. يعني مصر ما عندهاش أي نوع من الحساسيات بخصوص استقبال أي من سكان العالم أو أي من وفود الدبلوماسيات الدولية. ده كان من ضمن المقترحات والمباحثات التي أجريت ما بين روسيا وما بين دول العالم، إن مصر بتنال قبول لدى كل دول العالم. مصر مش واخدة موقف من كل دول العالم حتى وإن اختلفت معاها. ولذلك طرح مقر الأمم المتحدة إن هو يكون في اسكندرية، وطرح أيضا أن المملكة العربية السعودية تكون مقر للأمم المتحدة، خاصة وأن السعودية في ظل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وتمنيه مجموعة من المشروعات التكنولوجية غير العادية زي مشروع نيوم، مدينة نيوم أو مدينة زلاين، طرحت السعودية كمقر للأمم المتحدة أيضا، خاصة مع المشروعات بتاعتها بالإضافة إلى دبي بالإمارات زائد دولة الجزائر، طرحت أيضا كموقع مثالي لمقر الأمم المتحدة. ده اللي بدأت تتبناه روسيا خلال الأيام القليلة الماضية. التنسيق والشغل كان مخابراتي على أفضل ما يكون، إلى درجة أن التحليلات جت على مواقع زي سبوتنيك. تغيير مقر الأمم المتحدة دول عربية قد تكون مكانا مثاليا لحل المشكلة. طبعا هم انطلقوا، بدأت المباحثات التي تجرى من خلال ذلك الذي طرحه العقيد الليبي معمر القذافي سنة 2009. إذا كان معمر القذافي طرح هذا الطرح في وقت كانت الولايات المتحدة الأمريكية أقوى من دلوقتي، ورغم ذلك في قلب مقر الأمم المتحدة وقدام مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة قال الكلام ده. طيب دلوقتي أمريكا أساسا بتعاني من حالة الضعف والانهيارات غير المسبوقة، وفي ذات الوقت أمريكا بتحاصر روسيا وبتحاصر دول أخرى وبتضغط عليهم من خلال مقر الأمم المتحدة. طب ليه؟ بدأت التحركات، ونتمنى من الله العلي القدير أن يوفق فلاديمير بوتين رئيس روسيا في التحركات الجديدة بتاعته.